السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أعزائي ومتابعي ومستمعي إذاعة القرآن الكريم من نابلس أينما كنتم. أهلا بكم في برنامجكم كن فضوليا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدي محمد، صلاة تنحل بها العقد، تقضى بها الحوائج، وتنفرج بها الكروبات. حياكم الله في برنامجكم كن فضوليا، ومعكم مستمرون في الحديث عن حملة الدم الحرام. أيها الكرام، من المسؤول المباشر عن التحريض قاتل على ارتكاب جريمة القتل؟ تحدثنا كثيرا عن جرائم القتل، ناقشنا معكم الأسباب والنتائج، واليوم نكمل ما بدأناه معكم بإذن الله تعالى. ما دور زوجات وأمهات المقتولين في التأثير على الرجال حولهم للأخذ بالثأر؟ وهل للمرأة دور فعلي في التحريض على القتل وزرع بذور الكراهية والحقد في نفوس أبناء الضحايا من جرائم القتل؟ ألا يأثم المحرض كما يأثم القاتل؟ هل تنتشر ثقافة التسامح والتوكل حقيقة في مجتمعنا أم لا؟ هل تسترد الحقوق فعلا بتطبيق مبدأ العين بالعين والسن بالسن بين الناس حينما يأخذ كل ذي حق حقه بيده؟ ما هو تأثير المثل القديم، كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، وعقولة الشباب والرجال بشكل عام في المجتمعات؟ عندما تقع جريمة قتل، ما دور الرجال والنساء في ذلك، وأهل بيت القتيل تحديدا في محاولة امتصاص الغضب ونار الثأر؟ ومن جهة أخرى، ألا يشكل تحريض المجتمع لأهل القتيل على الأخذ بثأره دافعا قويا للاستمرار في متاهة القتل ودوائره بتشكيل ضغط نفسي شديد في حال عدم الرد وإلقاء الاتهامات بالجبن والتخاذل، مع أن الصبر والتسامح من شيم الرجال ومعالم الرجولة؟ ألم يكن الغضب وإثارة الفتن من شيم الرجولة ولم تكن من شيم الرجولة أبدا؟ مؤججو الفتن أيها الكرام، مؤججو الفتن، من هم وما دورهم؟ هذا الذي أناقشه معكم وأثير فضولكم في هذه الحلقة من كن فضوليا. وكما العادة أستقبل اتصالاتكم على 0923 1110 وعلى جوال 0599 15 10 10، وكما أستقبل تعليقاتكم على صفحة البث المباشر بالفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم وحديث وإياكم. مؤججو الفتن، ما دورهم، ما أثرهم، ما خطرهم في حلقتكم كن فضوليا؟ ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. تستهتر بدماها تلك النفس حرام، نفس كباريها زكاها بدوام الإكرام، يا من تستهتر بدماها تلك النفس حرام، نفس كباريها زكاها بدوام الإكرام، تر أيهما ستراها بظلام الإجرام، إما بقصاص تلقى ذاك الموت زؤاد، أكثر شر عقباها لخبيث الأسقى، نفسك ربي منع أذاها فهو من الآثام، اسمع وصغي قد قلناها في عريض الأقلام، هي حملتنا أسميناها الدم الحرام، الدم الحرام، حياكم الله من جديد في برنامجكم كن فضوليا. أتحدث وإياكم وأثير فضولكم في حديثي مع استمرار حملة الدم الحرام في حملة إذاعة القرآن الكريم للحد من جرائم القتل، بل وللقضاء عليها بإذن الله تعالى. موضوع حلقتنا اليوم مؤججو الفتن، المحرضون على القتل، من هم وما دورهم؟ هؤلاء الأشخاص اللي بيكونوا المحيط، الزوجة، الخالة، العمة، بغضب عليك إذا ما خدتش بالثار، الثار ولا العار، هذه المصطلحات حتى بتنا نشاهدها في الشوارع وفي الحارات وفي الأزقة وفي حديث الناس فيما بينهم، ودور المحرضين حتى حينما يعني بدل ما يهدوا النفوس يعني يوقدوا شعلة الفتنة والقتل والضرب والاعتداء والجريمة، هذا الذي نراه اليوم. آثامهم ودورهم السيء، خطرهم على المجتمع، ماذا نقول لهؤلاء الناس، لهؤلاء الأشخاص الذين يحرضون
على القتل. ماذا يقول لهم الشرع أيضا؟ كيف يمكن أن نحصن أبنائنا وأهلنا ومجتمعنا من هؤلاء؟ وكيف جد نصم الآذان عن الاستماع لمثل هذه الكلمات التي فيها دعوة للثأر ودعوة للقتل ودعوة للاعتداء وأخذ الحق باليد دون أخذه من خلال القانون؟ كيف نتعامل مع هذا وأكثر؟ استقبل اتصالاتكم أيها الكرام على 0923311010 وعلى جوال 0599151010، وأيضا استقبلوا تعليقاتكم عبر البث المباشر لصفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. الأستاذ سميح من قيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني أسعد الله أوقاتك أولا وثانيا، يعني أنت بهذه الأسئلة اللبقة وهذا الأسلوب الإذاعي الله يكرمك، يا ريتك أنت تيجي تصير إعلامي في الإذاعة من جد، يعني لأن أشعر أنه مع سماعي الإذاعة هذه السنوات الطويلة أن الإذاعة تحتاج إلى ناس يعني من يصيغون البرامج فيها الصياغة الصحيحة. الله يكرمك، الله يتقبلنا جميعا. أنت أضفت، يعني أنت قلت أسئلة، يعني طرحت أسئلة هي محور الحقيقة. أنا أريد أن أختصر بقول فضل. كثير جدا من الذين يقومون بعملية القتل نعم. قد يكون اسمهم 10% من تنفيذ هذا، والباقي الآثام على أولئك الذين يحرضون وينسجون ويكونون خلية للقتل وسفك الدماء كثير حقيقة. العالم اليوم الآن على سبيل المثال، يعني الجيوش الجندي يعني ينفذ الأوامر، اضرب ارجع إلى آخر. هذا هو الجندي. من الذي مسؤول عن مثل هذه التنفيذ من وعلى صياغة هذه الأوامر؟ هم القادة الذين فعلا يقودون هؤلاء الجنود نعم. إلى إما إلى الفتنة والشر وإما إلى الخير. أحسنت لك. هذا هو المحور الصحيح. الله يجزيك الخير. في مثل هذه الأمور هو صوت الصدى طالع كثير جدا الله يكرمك. ماسة وماسة وماسة جدا إلى صياغة تامة لكل شكراً. برامجنا الإعلامية، حتى إذا كان هناك الناس يسمعون، في ناس لا تسمع، وإن سمعت لا تفقه، وإن فقهت ليس عندها أي دور أو ليس قوة وشجاعة لتكوين صورة حقيقية يستطيع أن يعملوا بها. شكرا أستاذ سميح، جزاك الله خير. حاجة كماسة إلى مثل هذه الأشياء. أنا بدي أشكرك لأنه الصوت كثير في مشكلة. كما قلت في البداية الذين ينفذون، بدي أعتذر منك لأنه الصوت يعني في مشكلة الصوت. قد يكونوا أغبياء، قد يكونون يعني لا يتحملون المسؤولية. طيب. أستاذ سميح، الذين يقومون على صياغة مثل هذه الأمور طيب. هم المسؤولون الأولون على مثل هذه الأمور. شكرا، رسالتك وصلك، الله يجزيك الخير. عندما نحن واضح أنك مش سامعني، نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، ماذا كان يقول؟ نعم. قال إن دماءكم وأموالكم، دماء في الأول، الدماء نعم. والأموال حرام كحرمة يوم هذا في عامكم في مكان هذا في عامكم. شكرا الشريف. شكرا، أنا بدي أقدر أضطر أخذ، لم أحفظ أو نسيت نص. واضح أنه مش سامع الأستاذ سميح. هذا هو الواقع يا أخي الكريم. شكرا، هذا هو الواقع الأليم. طيب أستاذ سميح، أنت سامعني سواء في سفك الدماء أو في سامعني. بناء طيب. بنيان قائم على الظلم وقائم على الفتنة وقائم على تضييع الحقوق. شكرا هذا وصلت. فإن المسألة في منتهى الخطورة. شكرا، الله يجزيك الخير. تحتاج إلى صياغة جديدة. الله يجزيك الخير يا أستاذ سميح ويبارك في عمرك. تحتاج إلى صياغة جديدة. شكرا، لأن حياتنا قد تغيرت بتغير الزمان الأليم الذي نحن نعيشه. الله يجزيك الخير، الله يجزيك. انظر إلى حياتنا. لن انظر إلى حياتنا. شكرا استاذ سميح، انا في مشكله بالواضح في الصوت انك انت مش سامعني، الله يجزيك الخير وبارك في عمرك. الامام مالك كان يقول يا كرام، وكان يقال اخسر الناس من باع اخرته بالدنيا، واخسر منه من باع اخرته
بدنيا غيره. وهذا له علاقة إخواننا في موضوع المؤججون. حديثنا في معكم في هذه الحلقة مؤججو القتل، المحرضون على القتل، اللي دائما بدهم يأخذوا بالثار خروجا عن النصوص. ما أثامهم؟ ما دورهم؟ ما خطرهم؟ هذا الذي أناقشه معكم. شيخ ناصر من تول كلم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ الله يكرمك ويبارك في عمرك. الله يبارك فيك، الله يكرمك. أنا بدي أطول. لا تفضل. الله يحفظك. الله يكرمك. والله أنا بدي أخذ منظور معين يا دكتورنا. تفضل تفضل. الله يزيد فضلك، الله يكرمك. إنه في القرآن الكريم حارب مفهوم الجاهلية واللي تتفضل فيه والتأجيج والأنانية والحقد وهذا كله والحسد. كيف يعني بدك تقول لي المعنى النظر في القرآن الكريم عندما يعني يبصر هذا الكلام الرباني الكلام المجيد؟ نعم. عندما يعني يقرأ في مثلا سورة يوسف أو في سورة أخرى مثلا عندما تقبل من أحدهم وأنا متقبل من الآخر، لأنه قدم ما عنده ولا قدم، قال أول شيء لا أقتلنه، لا أقتلنه. الآن هي واحد اثنين في سورة يوسف أخوة يوسف. نعم. أول شيء شو قالوا؟ اقتلوه أو طرحوه أرضا. نعم. عارف يا دكتورنا الفاضل هذه يعني هاتان الأمثال عندما تمعن النظر فينا تجد أنه السبب الرئيس والأول لقضية القتل المفهوم الجاهلي اللي حاربها الإسلام اللي هي الأنانية والحقد والتأجيج وما شابه ذلك. صحيح. يعني بدك تقول لي تسألني شو يعني ليش شو رأيك يا شيخ ناصر أو شو الحل؟ الحل يا دكتورنا تفضلت فيه انه احنا نربي ابنائنا ونربي الناس ونربي اخواننا ونربي المسلمين كلنا على الحب والامل والخير والتعاون والخيرية والثقة بيننا والمساعدة والعون، كل هذه المفاهيم الاسلامية اللي جاء بها الاسلام وحارب الانانية والحقد. نعم. والحسد والغيرة. حسنت. لانه الله يزيك الخير المفهوم الجاهلي، حتى اختم لك، انا عارف انه ثم يعني وقتك ثمين. الله لا الله كرمك خير. انت ظالما او مظلوما، والله يا شيخ هذا حديث صحيح مسلم. احسنت. قال يا رسول الله انصره مظلوما، كيف انصره ظالما؟ قال تمنعه وتحجبه. احسنت. اذا باختصار تمنعه وتحجبه. طبعا طبعا نمنع الظلم، نمنع نحجب، نأمر بالخير. والله يا شيخ نصابي لو كل انسان في موقعه بس كلمه خير عمل لوجدت الامه كلها مصحة تدب على الارض. اذا نحارب الفتن، نحارب التأجيج، يا اخي تكلم في خير، الأم حسنت. تتكلم في خير والأب يتكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقولوا للناس حسنا. هذا ديننا. والله لن تجد قتل على الإطلاق، أكثر لن تجد درع. أما اليوم التأجيج والمفاهيم الجاهلية. الله يديك الخير. شكرا شكرا شيخ ناصر، الله يديك الخير يعني ويبارك في عمرك. على العكس أنا كل أوقاتكم جميعا ثمينة، لكن أنا بحاول أعطي فرصة أسمع من الجميع، فأعتذر منكم، الله يكرمكم ويجزيكم الخير. أخوي هشام من الخليل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تأخرنا عليك، أنا آسف جدا، تفضل أخوي. لا بسيطة جدا. حياك الله. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الفتنة أشد من القتل. الله يعين. والمؤججون للفتن والقتل والإجرام والنصب والاحتيال كلهم في بوتقة واحدة، أصلهم سيء، هم أصلهم سيء. إذن أعتقد أن التربية السليمة والحقيقية والتربية الدينية المحترمة هي التي تنتج أناس يتكلمون خيرا في كل المواقف، لكن التربية الخاطئة والتربية المنحلة والمنحرفة هي التي تنتج مؤججون ومنافقون ومجرمون ومنحلون. وأعتقد جازما أن كمية القتلة والمجرمون في كل الأمكنة هم غالبا أصولهم للأسف سيئة، والله أعلم. الله يجزيك الخير، شكرا شكرا. أحسنت أخوي هشام، والفتنة أشد من القتل كما تفضلت. أخونا أبو إبراهيم من فقوعة، السلام عليكم أخوي إبراهيم. السلام، الله يقويك ويبارك فيك ويجزيك الخير. أنا بدي أختصر على أساس نترك مجال لغيرنا. الله يحماك. بدي أقول اللهم صل على سيدنا محمد، دور الزوجات والأمهات في التحريض على القتل دورهن دور كبير، وكذلك دور الصاحب، دور الشارع. أحسنت. دور أي شخص أي كان موقعه. نعم. أما بالنسبة للزوجات، انظر معي بعض النماذج. حينما قالت امرأة في الجاهلية نحن بنات طارق نمشي على النمارس، إن تقبلوا نعانق وإن تدبروا نفارق، لأنه شجعت وحرض على كتب. 100%. بنت عتبة حينما أغرت وحشي بالمال وإنها تعتقه في مقابل قتل مين؟ حمزة. قبل إسلامها طبعا. نعم. والزوجي
إذا كانت عندها من العقل ورجاحة العقل فلتنظر إلى بعض النماذج الطيبة. المرأة التي توفي عنها زوجها ماذا قالت للناس؟ ذهب الأكال وبقي الرزاق، إذا حكت حكمة. جميل. ومرأة أخرى اللي هي هاجر حينما انتقلت إلى منطقة ليس فيها ناس ولا فيها أكل ولا شراب، ماذا قالت؟ الله أمرك بهذا، إن الله لن يضيعنا، أيضا حكت حكمة. طيب كلام طيب، كان دورها دور رائع. نعم. وبدي أقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كلمي للجميع فضل. الدال على الخير كفاعله، لأنه قوم ثمود حينما عقروا ناقة صالح اللي عقرها واحد، لكن حينما سكت الجميع شو قال الله عز وجل؟ فعقروها بواو الجماعة. إذا حينما سكتوا الله عز وجل اعتبرهم كلهم شاركوا في هذا الاسم. والحديث تفضل فيه أخوي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول الله كيف أنصره مظلوما؟ قال أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ودائما وأبدا نسأل الله أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. شكرا للشر. شكرا إبراهيم. إبراهيم أشار في قضية فعقروها كما قال حتى الإمام القرطبي، لأنهم رضوا في ذلك فعقروها، إنما عقرها البعض إلى الكل لأنه رضا الباقين. وهذا دليل أيضا شرعي على أن التحريم القتل والرضا به والدعاء له أيضا في الإثم شركاء، والله أعلم. كما يعني أنا بشكر كمان الأستاذ الدكتور محمد الملح اللي دائما بيصحح لنا مفاهيم قد تكون في أذهاننا خطأ، وأنا قد أقع في هذا الخطأ. قصة هند رضي الله عنها بنت عتبة هي قصة مكذوبة، وهند ليس لها علاقة بقتل حمزة مطلقا، ولم تره ولم تدفع، وإنما كان القتل بتحريض من أخو من أخوها عتبة بن ربيعة. صحيح صحيح هيك أبو دكتورنا، فأنا شاكر لك يعني من أخوي عتبة بن ربيعة، يعني اثنين مش واحدة. جزاك الله كل خير. فاقتضى التنويه لهذا، لأنه مرات إحنا مؤثرات علينا بعض الأفلام القديمة التي قدمت بمشاهد قد تكون مكذوبة حتى تاريخيا. فجزاك الله كل خير. ما زلت معكم أيها الكرام نتحدث وإياكم عن مؤججو القتل، المحرضون على القتل، آثارهم، دورهم، خطرهم في مجتمعنا. في كن فضوليا. أستقبل اتصالاتكم على 0923-3310 وعلى جوال 0599-15-10. أخذ أخوي أبو محمد من الناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. تأخرت عليك، أنا آسف جدا، تفضل. لا إن شاء الله يبارك فيك. تفضل. صحيح، يعني هناك في نقطتين بدي أركز عليها. تفضل تفضل. خاصة إحنا في وضعنا في 48. الله يحماكم. وضعنا في 48 للأسف إنه المؤجج والمحرض هو الحكومة نفسها، وهي سياسة موجهة علينا من بعد انتفاضة الأقصى سنة 2000، بعد ما قدم الشعب الفلسطيني في الداخل 13 شهيد، فهناك عملوا هاي السياسة انه احنا ندبك بعض نقتل بعض، وهذا امر خطير جدا لا يمكن انه نقدر نسيطر عليه الا من خلال انتفاضة موحدة زي ما كانت في انتفاضة الاقصى، لانه الوضع لا يطاق. انتوا شفتوا قديش مبارحة كم من قتيل في يوم واحد، حسبي الله. وحتى انه البوليس الشرطة نفسها هي اللي قتلت شاب مارك ما له اي علاقة، طالب علم، وكمان جرح الطبيب. فالعملية عملية خطيرة جدا، والسياسة فيها سياسي يعني اللي يجب انه نفكر فيها كيف نطلع من هذا الوضع. الوعي والالتفاف حول بدكم الوعي والالتفاف. نعم. والوحدة. نعم. الوحدة المصير الواحد. الله يحفظكم. والنقطة الثانية هي قضية مفهوم الصفات. يعني هناك في صفات الحمد لله، في أخلاق عندنا في كمسلمين في البلاد، وفي عندنا كمان شجاعة، ولكن قلما اجتمعت الشجاعة مع الأخلاق، لأنه الشجاعة فقط دون أخلاق حتى ولو كان في دين هناك هذا منبع للإجرام، والأخلاق دون شجاعة هذا منبع للدياثي والعياذ بالله. فعشان هيك يجب اجتماع الصفتين هذول. هذول الصفتين قلما موجود في عنا، وإحنا لازم نربي أولادنا ونربي شبابنا على الأخلاق مع الشجاعة. لأنت أشد رهبة في صدور الذين كفروا. هاي الرهبة راحت منا للأسف، فصاروا يتمادوا على المشايخ، على أهل الدين، على كذا. كانت بالأول المشايخ إلها هيبة، إلها رهبة، اليوم انتهت وصاروا يقتلوا فيهم. فهذا أمر مهم جدا أنه نوصله. وآخر كلمة بدأ أقولها يعني خاصة لك دكتور كمختص في التنمية البشرية، صدق. إحنا المستمعين لإذاعة القرآن
هذا بالنسبة لنا عبادي، يعني استمعوا له وانصتوا، هاي عبادي بالنسبة لنا، فإن المتعبدين وكذا، ولكن احنا مش اللي مختصين في كيف انه يعني ننقل هاي الصفات او كيف ننقلها للشعب، لباقي الشعب، لباقي الناس. عشان هيك يا ريت تعمل يعني زي دورة لإلنا احنا مستمعين إذاعة القرآن، كيف نكون دعاء، كيف نكون مؤثرين في المجتمع. وبارك الله فيك، الله يجزيك خير وبارك في عمرك، يعني زدت الحمل علي يا أخوي أبو محمد. حاضر تكرم، إن شاء الله نكون قد هذا الحمل. أخوي أبو العبد من نابل، السلام عليكم. أبو العبد فقدنا. الشيخ عز من يعبد، الشيخ السلام عليكم. سلام، الله يعطيك العافية. الكل حبيب القلب، الله يسعدك. كيف حالك، شو أخبارك؟ بوركتا، تفضل يا غالي. طبعا أولا إحنا بنثني على الحملة الرائعة هاي اللي هي الدم الحرام، الله يتقبل منا جميعا. والحقيقة إنه أنا يعني من خلال هاي الحملة بحس إنه في تطور شوي في طريقة التفكير، يعني القائمين على إذاعة القرآن الكريم. الله يكرمك، والله إشي مرتب وإله ما بعده إن شاء الله رب العالمين. الله يرضى عليك، تفضل. اللي بدي اقول اخرى مره، يعني انه الكل يعني طبعا باستثناء حديث اخونا ابو محمد الله يجزيه الخير، صحيح انا بسمع كلامه تماما، بس الكل بخطب، الكل قاعد بخطب، احنا بعدنا بنخطب، بعدنا بنخطب يا دكتور. صحيح. اللي بدي اقوله انه عشان حملتنا هي تكون مؤثره وفعلا لازم نكون صريحين مع انفسنا. تفضل. الذي يذكي ويؤجج نار الفتنه ويحرض على القتل ويساعد عليه هي الجهات الرسمية. كيف؟ لا أقول ذلك تحاملا. أولا عندما أنت يعني عندما يعني تكلف من يخطب بالمساجد، بيعرفش كل شيء، بيعرفش ينظم درس، بيعرفش ينظم خطبة زي الخلق، فكيف الناس تتربى؟ فبالتالي إبعاد الخطباء المؤثرين عن المساجد خلى أنه فيش تربية، فيش تأثير، فيش أمر حقيقي بالمعروف، فيش نهي عن المنكر. اثنين، أنت مش قاعد بتصادر سلاح، سلاح معبي الدنيا في كل البلاد، في كل الكرة، في كل المخيمات ملان سلاح. لما في سلاح في مقاومة تلك 3000 واحد بيجيبوا 5 دقائق، بس لما سلاح حصارات ولا حد سأل عنه، الكل بيمشي، الكل بيمشي. نقطة ثالثة، القانون نفسه مش رادع نهائيا. يعني هاي امبارح طبعا في طبعا نثني على محكمة نابلس، نعم، استئناف انهم حكموا بالاعدام على قاتل، وان شاء الله بس انه بعد 20 سنة بتنفذ كمان، عشان الناس تعرف انه ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. بس عمليا انه القانون مش رادع نهائيا وفي 1000 مخرج للقتلي. النقطة الرابعة، لجان الاصلاح. لجان الاصلاح انا بقول لك لا تتقي الله عز وجل. مش الكل، احنا مش حكينا بهذا بشكل عام، لانه الناس بصراحه صار في عندنا قناعه انه يعني راس مالك فنجان قهوه، راس مالك فنجان قهوه. حتى لما الناس تدفع ديه، والله مشان الشهيد ومشان ابو فلان ومشان الرئيس ومشان ابو مش عارف مين، بيطلع مش دافع ولا تعريفه. فبالتالي يا سيدي يعني لجان الاصلاح بشكل عام، ونشينا نجلد انفسنا كثير، لا توصل الناس الى حقوقها، هي بدي اقول يعني تحاول انها تخمد نار الفتنه، بتحاول تسكت الناس، بتحاول تحط الملح بالجروح، ماشي الحال. بس الحقيقه عندما اعلم انني لن اصل الى حقي، انا راح اظل زعلان وحاقد، خاصه لما فيش عندي ايمان كبير. الله يجزيك الخير يا شيخ. النقطه اللي بعدها صغيره بس سريعا، تفضل. في بعض الفضائيات هفتره في مسلسل انا حضرته بجوز 10 مرات انا شخصيا، يعني الوزير سالم، ورواية وحلو ومرتبة وحوالي 42 حلقة وتعود تفرج، تذكي نار الثار والدنيا وتع يعني حقيقة بعض المسلسلات وبعض الدرامات وبعض الأشياء هاي يعني تساعد. صح. وبعض الأمثلة اللي بتشيع في المجتمع، أنا وأخوي على ابن عمي، طب ليش على ابن عمي يعني، وأنا ابن عمي على الغريب، ليش ما أقول مثل المؤمنين بديش أرد أخطب زي الناس، بديش أخطب. بس المقصود لما تصير القناعة بيننا، وإحنا تناولنا موضوع الإعلام وخطره بصراحة في هذا الموضوع بما يتناول من الدراما تدعو للقتل وتدعو للقتل ولا وتدعو للانتقام الشخصي الفردي وليس من خلال القانون والشرع. تخيل يا حبيبنا لما المثل أنا وأخوي ابن عمي، خطير خطير جدا. وأنا وابن، طب ليش أنا وما ابن عمي غريب، ليش أنا وابن عمي مع الغريب ونظل حبايب ومسلمين وما شاء الله علينا، يعني ليش شو هالثقافة العجيبة الغريبة هاي؟ أنا بدي أشكرك على كل حال. شكرا لك وبارك الله فيك. الله يكرمك، شكرا على ما تفضلت به. وأنا دائما بقول كل أخ بيحكي ملاحظاته هو بتحمل مسؤولية ما يقول، وإحنا بدنا نسمع في النهاية.
اخوي احمد عواوده من دوره. السلام عليكم. السلام عليكم. تاخرنا عليك، انا اسف جدا برضه. اول شيء الله يجزيك كل خير على البرنامج. حياك الله. الله يكرمك ويبارك في عمرك. انظر من برك ومن طالب كل الاذاعات الرسميه والغير رسميه. اول شيء احنا المساجد زي ما حكوا الاخوان، سمعت لكل الاراء. نعم. اليوم في منهج او استراتيجيه لدى الجهات الرسميه عدم وعي الناس. والنبي عليه السلام لما قال للصحابة اقرأ القرآن عليه، قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيره. اليوم النصيحة للأسف الشديد بقرارات رسمية من متنفذين كبار، ممنوع الناس تعرف الصح، ممنوع الناس تصل للوعي الحقيقي لإيش إحنا الله خلقنا. من الحمل اللي أنتم قايمين عليها، وربنا إن شاء الله يجركوا خير الجزاء جميعا. الإذاعات مطلوبة إنها كمان تحكي لهي الناس وتشدد على إن القتل هو من قتل فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي عليه السلام قال والله لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم جميعا. الشكل الثاني يعني إحنا مشكلتنا إنه أكبر من القتل. إحنا اليوم في ماكنة كاملة تدرس، بل تدرس وبكل عناء، انه الوعي الفلسطيني اللي كان موجود، وبالدليل بحكي لك انتو تعال لليوم الانتخابات اللي عرضوها على الشارع، انه للأسف الشديد من جهات رسمية اذا في ناس بترشح سيتم تصفيته. هذا ما يدل على انه في ماكنة كاملة لهذا العمل الاجرامي والهاء الناس، مشاكل داخلية حتى لا ننظر لا لتحرير فلسطين ولا لتحرير أنفسنا من الواقع المرير اللي احنا عايشين. فأنا بتمنى من كل العقلاء ومن كل الوجهاء الذين بيدهم حل أو ربط أن يتقوا الله في أرواحهم وفي أجسادهم وفي هذا الشعب المكلوم الذي مفروض عليه للأسف الشديد احتلال فلسطيني واحتلال إسرائيل على شكتين، إنه احنا نحارب في بعضنا واليهود يحاربوا فينا. الله يصلح حالنا ويهدي بالنا وجزاكم الله. شكرا شكرا اخوي احمد من دوره، الله يجزيك الخير. احمد عواوده من دوره. ابو انس من الناصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو انس. والله يعني انا قاعد بستفيد من كلام اللي بيحكوا معاك، اللي بيحكي تجربته واللي بيحكي. الله يجزيك الخير، الله يعطيك العافيه، الله يتقبل يعني منا جميعا. والله يا دكتور فعلا فعلا وسائل الاعلام من عود ومن كر لها دور كبير كبير كبير. كمان مره لا نضيف شيئا جديدا إذا كنا إنه إذاعة القرآن الكريم مشكورة على هذا البرنامج. أنت برنامجك وبرنامج باقي الإخوة حقيقة. وسائل الإعلام ضروري جدا 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 جدا، وبدك ولي الأمر اللي يدير باله على هذا الموضوع الهام. دكتور يعني حقيقة هي الكلمة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلمة ممكن ترقى بها في جنات النعيم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها الكلمة الطيبة صدقة، ويلقي أحدكم بالكلمة لا يعطي لها بالا. مش بس 70 خليط في نار جهنم، ممكن تؤدي إلى فتنة كبيرة جدا جدا جدا. لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه موعظة بالآخر، قالوا ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قالوا نعم. مسك لسان وقمن أمسك عليك هذا، أمسك عليك. قالوا أم آخذون نحن، يعني الكلمة إن كان بالفيس بالواتس بوسائل الإعلام، قالوا سكلتك أمك، فالأمر مش هوين. وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ غير الفتنة اللي ممكن تؤدى بين المجتمع وتؤدى إلى قتل. حتى في حديث دكتور، يعني من ساهم بقتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة. اليوم شطر الكلمة، كلمة اقتل أربعة، ممكن قال أك ما كملهاش، ممكن مدوا بمعلومة. طب شوف شوف ما بالك أبو أنس في الأم اللي بتقول له بغضب عليك وبتاخذش رضاي إذا ما قتلت. يا لطيف والله يا أخي، أنا عارف بأي مدارس تربوا، بأي مجتمع تربوا هدول. نعم. وين تربوا هدول حقيقة؟ يعني إحنا مجتمعنا إلى جانب إلى جانب، إنه لازم نقوي الوازع الديني، والدين شيء أساسي
أساسي بمجتمعنا حقيقة دكتور. يعني ممكن ستر عليه، مده بسلاح، خبى، شارك بمعلومي، كتب على جبيني، هذا اللي ساهم بقتل ميري كتب على جبيني آيس من رحمة الله. لكن هاي الكلمات اللي بخاف الله، اللي بيعرف الله بيعرفها، واللي ما بيعرفش الله وبيخاف الله لازم يكون في قانون رادع، ولكم في القصاص حياء يا أولي الألباب. شغلة الكلمات ووسائل الإعلام وما ينشر، يعني أنا أسأل الله أنه يعني هو بيخرب مجتمع، بدهنش هني نظرة إلى دين المسؤولين، لكن أنا بقول يعني ممكن يخرب مجتمع هذا. عشان هيك يعني الأمر فيه أمان، شغلات إحنا بنقدر عليها بالوعظ بالإرشاد بالكلمة الطيبة، وفي شغلات إنه مش بيدنا، يعني إحنا بإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الله يجزيك الخير. ومرات دكتور ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مش دايما ولا إن صبرتم له خير للصابرين، مرات ولكم في القصاص حياة. صح. ولي الأمر أدرى إنه هذا الأمر أنت بدك تعفو وتسامح، ولا أنت ولا إن صبرتم، أو إنه يعني بدك القصاص والعقاب يتم. أسأل الله. شكرا أبو نصر، الله يجزيك خير، تقبل منك إن شاء الله. حياك الله دكتور، بارك الله فيك. بورك بورك. أخوي محمود من نابلس. محمود سلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية دكتور. حياك الله أخوي محمود، الله يبارك في عمرك، تفضل. أنا بسم من جهودكم، ويعني عن جد شيء نفخر فيه ونكبر فيه، إنه يعني وأخيرا وسيلة من وسائل إعلامنا يعني حكت في موضوع مهم جدا، اللي هو يعني شيء مهم في حياتنا اليومية اللي صار عندنا يعني للأسف شبه يومي. للأسف. الله يعني أنا بدي أحكي بس شغلة، إحنا قاعدين بندور على مسبب إنه المؤجج أو الفتنة أو إلى آخره، أنا بنظري كلنا مسؤولين وكلنا مسببين، اللي بيخلي أولاده يحضروا هاي المسلسلات، شيخ الجبل اللي بقتل مرات على مدار، الإعلام اللي بحايب فينا وإحنا مش عارفين، موضوع الثقافة الموجودة عنا إنه فلان علم عليك أوعى تسكت له، السياسة يعني قصة التسامح المفقودة نهائيا عندنا، الإنسان يعني بأبسط الأمور مش موجود بسامحش للأسف، فكلنا مسؤولين، الأم، الأخت، الأب، الأخ، الزوجة، الجدة، كلنا مسؤولين، اللي إحنا ما بنحاول نقوي ثقافة التسامح عند أولادنا، اللي بنخليهم يحكوا الواحد ليش تسكت له، ليش تعمل، ليش كذا، على أبسط الأمور، ما هي الشغلة البسيطة للأسف بتكبر ثواني تصير أكبر وأكبر. بالضبط. ف يعني كلنا مسؤولين، بنظر كل إنسان مسؤول، يعني رب منزل مسؤول عن أولاده وعن مرته وعن زوجته، فكلنا مسؤولين، يعني الله يجزيك المسؤولية لأي حدا، إحنا اللي سمحنا للفتنة، يعني أنا اللي سمحت لفلان يحكي لي هو تسكت. الله يبارك في عمرك، شكرا شكرا اخوي محمود من نابلس، الله يجزيك الخير وبارك في عمرك. شاكر لكل اخوي باتصالاتهم، اعتذر عن استقبال المكالمات لكثرتها، لكن خليني اروح للفيسبوك حتى يعني اكون دائما يعني احاول اكون عادلا ان شاء الله رب العالمين. نروح لاخوي مؤيد على الفيسبوك، ولسه صباحك دكتور. مفهوم الاخلاق الحميده بين الناس، استهان البعض بدم البعض، سمعنا عن الحوادث الماساويه بالقتل، ما لهم علاقة بشيء، يعني للأسف حتى في ناس بروحوا يقتلوا وهم ليس لهم أي ذنب. فاطمة بتقول مؤججي الفتن هم شياطين الإنس، أعوان الشيطان وقائدهم 90% النساء، ربنا يصلح الحال والأحوال. تيسير، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهون مشكلتنا أنه هناك من ينفق ويدفع لإشعال النار الفتنة بين المسلمين. أختنا دلال سماح بتقول طبعا طبعا يا سيدي، لحواء التأثير والنصيب الأكبر في تنشئة وترشيد أبنائها وحتى زوجها، سواء بزرع الود والحب والسلام الداخلي في قلوبهم ونفوسهم، أو بحشد جيوش العداء والحرب والقتال والقتل على كل شاردة واردة في حياتهم، ثم تقودهم إلى الهاوية والعياذ بالله، أو أنها بفطرتها اللينة والودودة التي فطرنا الله عليها تغرس بنفوسهم السلوكيات الإيجابية فقط 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 بكلمة رضا طيبة بإيماء لينة غير حادة، دعوة طيبة خالصة من قلبها أن يكلأ الله جميع أسرتها بالسلام وأن يحفظها ويحفظ أهلها، يعكس على المجتمع بأكمله الطمأنينة والسلام. نريد حواء هذه، نامل أن تكون أن نكون جميعا كذلك. نحن قد الدعوة وقدودها، فقد نريد استراتيجية وبرنامج مدروس من خلال هذا الأصول، وحبذا نبذل جهاد يعني نبذل جهدنا في الدفاع عن أمتنا إن شاء الله بما يرضي الله. نور قصة، أكيد إحنا شرحنا يا أختنا نور رزقك الخير، وأشرنا قصة ستنا هند والتشويه في موضوع تاريخ أنها لها علاقة في قتل سيدنا حمز، وهذا ليس صحيحا. ف
مقتدى التنويه. قاسم بقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بارك الله فيكم حمدكم مبارك بمحارب ظهرة قتل النفس المؤمنة التي هي أغلى من حرمة الكعبة عند الله كما جاء بالحديث. أخونا شادي بشكار دكتور محمد بالنسبة لمن قام بالقتل شبه العمد وما زال تحت إجراءات تطبيق القانون يعني حاليا موجود في السجن وأهله قام بجمعه مطلوب عنهم شرعا وقانون عرفا مع إقرارهم التام بحق أهل المقتول وأنما حدث جريمة من قبل ابنهم حيث دفعوا أكثر من ثلثي الدية وبعد الاتفاق على موعد معين أخل أهل المقتول بالاتفاق من حيث إكمال إتمام باقي الدية الشرعية. بصراحة نريد لمثل هؤلاء حلا وأكيد هذا موضوع مهم جدا. أختنا دلال بتقول حواء هي الأساس بكل أمور الحياة فهي مدبرة المنزل قبل أن ينضج أبناؤها ويخرجوا للمجتمع أما إما بنائين وإما هدامين. هي من تبرمج مادة التلفاز والراديو والعلاقات الاجتماعية كما تعد لهم الطعام والشراب خلينا أروح يا إخواننا أخذ نصا قانونيا ماذا يقول القوانين المادة 80 في القوانين الداخلية التي لدينا قوانين العقوبات المطبق حتى في فلسطين 80% وهو الدعوة للتحريض والقتل أو المحرض والمتدخل. بتقول لهذه المادة القانونية يعد محرضا من حمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو الحيلة أو الدسيسة أو بصرف النقود أو إساءة استعماله في حكم الوظيفة. 2 يعد متدخلا في جناية أو جنحة من ساعد على وقوع جريمة بإرشاده أو بإرشاداته الخادمة لوقوعها. كمان من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو غيره أو أي شيء آخر من ساعد على إيقاع الجريمة. أيضا من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب الناس أو المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيئت الجريمة أو استسهلتها أو أتمت ارتكابها. من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعا أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها من وجه العدالة. من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال عنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة والأشخاص الممتلكة وقدم لهم طعاما أو مأمى أو مخبأ أو مكان الاجتماع. ومادة العقوبات 181 على في موضوع المحرض والمتدخل يعاقب المحرض والمتدخل أشغال الشاقة المؤقتة من 15 سنة إلى 20 سنة إذا كانت عقوبة الفاعل بالإعدام. يعني تفكر الموضوع مش سهل. طبعا هذا بحكي أنا عن قانون الوضع اللي موجود عندنا القوانين المعمول فيها. أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة من 7 سنوات إلى 15 سنة إذا كانت عقوبة الفاعل أشغال الشاقة المبدأ أو المؤبد. في حالات أخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها إلى السدس أو الثلث. خلاصة الأمر أيها الكرام وهذا ما أنقله من فتوى الأستاذ الدكتور حسام الدين عفاني في موضوع إثم المحرضين على القتل أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من كبائر الذنوب ومن أخطر الجرائم كما دلت على ذلك النصوص في الكتاب والسنة وكمان ما تفضل فيه كل زملاء الكرام في حديثهم في حلقات متعددة من حملة الدم الحرام التي ما زالت مستمرة معكم عبر هذا الأثير المبارك. وأن التحريض على القتل المحرم يعتبر رضا به وهو نوع من المشاركة في القتل ولو كان مشاركة معنوية. اسمعوا إخواننا هذه فتوى. وأن التحريض على القتل المحرم يعتبر رضا به وهو نوع من المشاركة في القتل ولو كان مشاركة معنوية. وأن الفقهاء قد فصلوا مسألة الاشتراك في القتل ولها صور كثيرة. وأن جمهور الفقهاء متفقون على أن المشارك في القتل إن لم يباشر القتل بنفسه وإنما بمشاركته بمشاركة معنوية فإن ذلك يوجب التعزير فقط. وإن من أبشع أنواع التحريض على القتل تحريض مشايخ السلطان على قتل المعارضين للحكم الظالم. وأن القوانين التي نصت على منع التحريض على قتل بأي سن كانت وبينت عقوبة ذلك والله الهادي إلى سواء السبيل. وهذا ما أنقله من فتوى الأستاذ الدكتور حسام الدين عفاني في موضوع التحريض على القتل وخصوصا يا إخواننا لما نتحدث عن أم وأب وأخت. أم بتقول برضاش عليك إذا ما خدتش بالثار وزوجة بتقول لك لن أكون معك في هذا البيت ما دمت ما لم تأخذ بالثار. وابن يرفض مصافحة أبوه لأنه أبوه ما كانش له موقف إجرامي في الدعوة إلى القتل. كل هذا يا إخواننا يدلل على خطورة الواقع الاجتماعي والمجتمع الموجود عندنا ويحتاج منا إلى وعي حقيقي وإلى إعادتنا إلى ديننا وإلى جادة الصواب لأنه الأمر ليس بالأمر الهين يا إخواننا. هذه قتل نفس. الموضوع مش ديون. الموضوع مش خلافات على والله شراء معين ولا عمل تجاري ولا عقاري. الموضوع مش زواج وطلاق. أخطر من ذلك قتل النفس وهي أعظم 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 من حرمة الكعبة. اللهم عافينا واحفظ دماءنا ودماء مسلمين جميعا يا رب العالمين. أسأل الله أن هذا الكلام يصل إلى قلوب العقلاء وقلوب كل من يسمعنا
قلوبهم وعقولهم وسلوكهم فترتفع الأيدي عن القتل ونتقي الله فيما نفعل جميعا. الله يحفظكم جميعا. شاكر لكل الإخوة الذين قدموا اتصالاتهم الكريمة وتعليقاتهم أيضا عبر الفيسبوك، جزاكم الله كل خير في هذه الحلقة، والشكر موصول لفريق العمل في الإخراج والأستاذ أسامة ملحس، وفي الهندسة الإذاعية والمتابعة والتدقيق أيضا الأستاذ الدكتور محمد الملاح، وفي الإعداد الأستاذ أريج عمران، ولكم خالص الحب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.